يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض الأشخاص يقولون بأن وضع المصحف أو وضع ورقة فيها آيات داخل السيارة إن هذا يقي الإنسان من الحوادث، فهل هذا صحيح؟ هذا من اتخاذ الحروب، اللي يأخذ المصحف ما هو قصده للتلاوة للقرآن وإنما قصده بالحفظ، هذا ما يجوز، ما يجوز اتخاذ المصحف للحفظ. نعم.